السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباب، حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. قبل 42 عام ولدت بدر لتحقق أو لتلتحق بركب الحركات الوطنية الثائرة بوجه مفاهيم الحزب الواحد والفرد الواحد والموت الواحد. مظلة جهادية استوعبت الجميع ونظمت صفوف المعارضين لبطش صدام وجلاوزته، وكتبت إنجازاتها بماء الذهب على الرغم من قساوة الظروف المحلية والدولية اللي رافقت ظهورها إلى العلن. انطلاقة مثلت انعطافة تاريخية في المعطيات العسكرية والسياسية، سفر من التضحيات الخالدة والمواقف المصيرية على الخيارات الوطنية والإنجازات الكبيرة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هاي الليلة، فبين الفينة والأخرى ما أن ينتهي اعتداء تركيا على شمال العراق حتى تعاود قواتها مجددا التجاوز على سيادة البلد لأسباب واهية يعني يعدها المراقبون غير حقيقية. فالمواطنون أبرياء من التدخلات العسكرية والمعاهدات بين البلدين التي تنص على حق الجانب التركي بمواجهة فقط حزب العمال الكردستاني في العراق، إلا أن أنقرة تصر على عبور الحدود المرسومة إلها بتكرار الهجمات. وما حصل يوم أمس في مطار السليمانية أمر ترفضه الحكومة العراقية يخلف من آثار سلبية على أمن المنطقة وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. أقامت منظمة بدر حفلا لمناسبة ذكرى تأسيسها 42، طريق ذات الشوكة اللي اختارتها المنظمة كمسار تجابه به أعتى طغاة العصر تشكيلها مثل فئات المجتمع العراقي، فكانت عراق مصغر يجاهد في الأهوار والجبال حتى سقوط المباد وصولا إلى تعزيز العملية السياسية. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. بعد عقود على تأسيس منظمة بدر، النواة العسكرية والجهادية الأولى، تاريخ ثر بالمنجزات والتضحيات في محطات مفصلية من تاريخ العراق دونتها الطلائع الأولى لبدر الظافرة منذ تأسيسها. ابتدأت بمقارعة حزب البعث وأذاقته مرارة الهزيمة والتصدي للمحتل الأمريكي وصنيعته داعش الإجرامية. ومنظمة بدر في ثلاث مواقع كان له دور بارز وواضح، أولا في إسقاط النظام والجهاد والنضال والعمل والمقاومة من أجل هذا الهدف، ثم في بناء العملية السياسية الحالية والمشاركة فيه ابتداء من كتابة الدستور وفي جميع الانتخابات، ثالثا في مواجهة داعش الذي هدد العملية السياسية والعراقيين. كان لمنظمة بدر السبق في العمل والتواجد في الخط الأمامي. نهن ونبارك لمنظمة بدر ذكرى تأسيسها 42، هذه المنظمة الجهادية التي دافعت عن البلد الحبيب العراق بكل أطيافه ومكوناته الدينية والقومية والمذهبية. مواقف يتحدث عنها القريب والبعيد لمنظمة بدر الفيصل المهم وصاحب الخبرة الأكبر، والتي تحولت بعد ذلك إلى منهج فكري وجهادي إلى جانب ثقلها في العملية السياسية. فخلال أوقات قياسية سجلت علامات فارقة، استوعبت مساحات زمنية آنية ومستقبلية. طبعا بدر مستمرة في العطاء، فهي خط مضمخ بالدماء وكذلك مستمرة في البناء. طبعا الآن نلاحظ أنه نواب بدر وكتلة بدر النيابية لها دور بارز، وكذلك بقيادة الحاج الأخ المجاهد الحاج هاد العامري له دور كبير في استتباب الأمن وفي يعني المسار الوطني لترسيخ الأمن ومبادئ الدولة ومبادئ الديمقراطية. التواجد المؤثر لمنظمة بدر في العملية السياسية من خلال الوزراء والكتل والبرلمان، هذا يدلل على أن هذه المنظمة فاعلة وحية يعني
ومستمرة في بناء العراق مع باقي الكتل السياسية وباقي الاتجاهات السياسية المجتمعية. لم تكن عملية التحول كما يعلم الجميع هي عملية تحول تقليدية، لذلك كانت تحتاج إلى أفق وبعد نظر من قبل القيادات السياسية في منظمة بدر. لذلك كان أعتقد هذا الاحتفالية هي استذكار لهذه المسيرة الطويلة من التضحيات والعطاء. وفي ذكرى التأسيس 42 يعاهد البدريون القادة الشهداء باستكمال طريق التضحية والجهاد الذي عبد بالدماء، فهذه المنصة الجهادية مظلة احتوت جميع المكونات الرافضة لبشاعة الطغيان والحالمة بتأسيس عراق يحلم به المناضلون والناذرون أنفسهم. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين أستاذ أبو ميثاق المساري الباحث في الشأن السياسي، ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله أستاذ أبو ميثاق. وكذلك أرحب بضيفي الكريم انضم معي عبر سكايب السيد علي الزبيدي عضو تحالف الفتح، أهلا ومرحبا بكم. أبدأ مع حضرتك أستاذ أبو ميثاق، نتحدث عن ذكرى تأسيس منظمة بدر 42 اليوم لما جرت وسط بغداد بحضور الرئاسات الأربعة بالإضافة إلى رئاسة حكومة إقليم كردستان بالإضافة إلى الزعامات السياسية والتمثيل عالي المستوى، يعني شنو مثلت إضافة بدر لمجموعة الحركات الوطنية الإسلامية من عام 82 بالنسبة لمسيرة الجهاد؟ نعم، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد، تحيه لك وللاخوه كادر قناه الايام الغراء، لضيفك الكريم ومن خلالكم جميعا لمشاهدي قناه الايام في كل مكان. حياك. اعتقد الاضافه نوعيه والاضافه كبيره جدا لما تمثله من هذا السفر الخالد والتاريخ العريق. استاذ احمد والساده المشاهدين الكرام، بدر وانطلاقتها وتأسيسها كانت طفرة نوعية بكل ما تعني الكلمة من التحول إلى مقاومة النظام المباد الدكتاتوري بأسلوب عسكري منظم وفق آليات وتدريب وإعداد وتعبئة. كانت هذه ليست حادثة عرضية وليس أمرا طبيعيا، بل كان كما وصفها دولة رئيس الوزراء اليوم استاذ محمد شاع السوداني بأنها بادرة رفض شجاعة، يعني حثت في وسط يعني جو يعني معتم تماما وسوداوي تماما. النظام الدكتاتوري الفاشي أعمل القتل في العراقيين، حاول أنه يحيد الناس عن مرجعياتهم، فصل بين المرجعيات والشارع وأعمل القتل والتهجير بالعلماء والنخب والأكاديميين، واستفرد تماما بهذا الشعب المظلوم كاستفراد الوحش بضحيته للأسف الشديد. ومن باب الآخر حاول تضييق المعارضة المدنية بكل أسلوب، بل وصل إلى مستوى أنه لم تعد هناك أي إمكانية لأي إبداء رأي معارض لهذا النظام الفاشي، وأحال البلد إلى دكتاتورية مقيتة. بهذه الأجواء ولدت بدر من رحم المرجعية ومن إيحاءات يعني كلامها وفتاويها. السيد الشهيد الأول كان واضحا تماما بدعوة الناس، كل على حسب مقدرته وأمكانيته، وقدم نفسه أمام هؤلاء المجاهدين ليكون الضحية
الأولى، وبعد يعني مرور أقل من عام على تلك الحادثة الفظيعة لاستشهاده انطلقت كواكب المجاهدين لتأسيس بدر والتحول بالنزاع لهذه الصورة العسكرية المنظمة، بعد أن كانت أفكارا وجماعات شبابية منتشرة هنا وهناك تعارض بشكل أو بآخر، فهي أعتقد أنه إضافة نوعية اليوم استذكرناها بكل الجلالة وبكل الاعتزاز وبكل التقدير وبكل الاحترام لهذا الركب الميمون وهذه السلسلة الذهبية التي يعني استشعرنا عظم الدين الكبير الذي في رقابنا لهم هؤلاء الشهداء الذين أناروا درب الحرية واستطاعوا بمهجهم وبدمائهم أن يتخلصوا ويخلصوا هذا الشعب من هذا النظام الدكتاتوري الذي كان جاثما على صدور العراقيين تماما، ولا يمكن في أي حال من الأحوال حتى لو استعنت بكل قوى الدنيا وبكل قوى الأرض وما خلق الله سبحانه وتعالى، لا يمكن إلا بأداة الرفض الشجاعة التي مثلتها بدر وكانت طليعتها، وكانوا شهداء بدر هم طلائع هذه الجيوش وهذه الآلاف من الشهداء التي عمدت بدمائها وتضحياتها مسيرة الحرية والخلاص من هذا النظام القاتل. الشهداء على طيلة مسيرة بدر منذ تأسيسها لغاية اليوم، راح نتساءل أستاذ علي الزبيدي وجدت الحبيب بحضرتك عن المراحل الرئيسية اللي كان لبدر مواقف مشهودة. نتحدث عن مرحلة التأسيس ومقارعة نظام صدام، بعد 2003 الدخول في العملية السياسية وبناء النظام السياسي، وأثناء حربنا مع داعش أيضا كان لبدر مرتكز جديد. نتحدث عن هذه المرتكزات في مسيرة جهادية لمنظمة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي أستاذ وحيا الله ضيفك الكريم وجميع مشاهديكم ومتابعي هذه القناة الكريمة التي تحتفي بمنظمة بدر. في 10 من رمضان انطلقت هذه الكوكبة وهذه الثلة من البدريين الأوفياء من الرجال الأبطال، متمثلين بقول أمير المؤمنين عليه السلام: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، من تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل، وجاهدوا تورثوا أبناءكم عزة. الحقيقة هؤلاء الرجال اليوم قبل 42 سنة كانوا في جدوى الشباب وفي مقتبل العمر، شكلوا هذه التشكيلة الجهادية، هذه المنظمة المباركة التي بدأت بفوج وأصبحت لواء وأصبحت فيلق ومنكم أصبحت منظمة كبيرة. أنا باعتباري من مؤخر هذه المنظمة منذ العام 83، يعني تأسست في عام 81 وأنا انتميت إليها في عام 83. المنظمة هذه الحقيقة كانت بوتقة لمدرسة أهل البيت بتوجيه من المرجعية الرشيدة، بتوجيه من السيد الشهيد الأول السيد محمد باقر الصادق، وبرعاية من السيد الخميني، وكذلك رعاية من شهيد المحراب قدس الله روحهما. الحقيقة هذه الكوكبة عندما انطلقت أول ما انطلقت كان هدفها رضوان الله أولا وتخليص الشعب العراقي من الظلم والطغيان آنذاك. كان صدام في أوج قوته، ولم نرى أحدا جاهد صدام وقاتل صدام بالسلاح، كان البدريون هم الأوائل من المجاهدين ومن أسسوا الحركة العسكرية والحركة الجهادية ضد النظام الطاغية في الجبال والأهوار. طيب أستاذ ميثاق، يعني نتحدث عن مراحل التأسيس أيضا، عندما كان لدور شهيد المحراب الدور البارز في تأسيسها، الشهيد القائد أبو مهدي المهندس أيضا كان له دورا بارز، فبالتالي حتى الشهداء أصبح لهم دورا بارزا لعظم شخصيتهم لما يكون هكذا شهداء قادة
هم من المؤسسين، وإذا كانت هذه المقدمات كيف ستكون النتائج؟ نعم، بكل تأكيد النتائج إيجابية جدا، وليس من فخر أكبر ولا من عز أكبر من هذا الافتخار والاعتزاز بهذا السفر الخالد. يعني لك أن تفتخر كثيرا بأن بدر أنشأت بإيحاء أو بكلمة أو بفتوى من الشهيد الأول سيد الصدر رحمة الله عليه، وبرعاية شهيد المحراب، كلهم شهداء، وبالتالي من بعناية روحية من روح الله الخميني قدس سره الشريف. كل هذه الأمور خلقت من بدر في يعني شيء من القدسية، شيء من المثالية. أعتقد أنه هذا وضع وزر كبير على كل المجاهدين الذي مروا على أعقاب هذه الفترة الزمنية منذ التأسيس، منذ 42 أكثر من 42 عام إلى يومنا هذا. هذا حمل ثقيل وضع على أكتاف المجاهدين. أعتقد أنه الشباب يعني الذين يعني كانوا يحملون هذه الأمانة أدوها بشجاعة وببسالة وفي نكران ذات كبير. كل الشهداء من رحمة الله عليه شهيد دقائقي الذي أبدى هذه التسمية العظيمة، يعني باء دال راء بناء دولة رشيدة، واليوم في هذه الأجواء يعني نستحضر ونستشعر عظم هذا الإنجاز الكبير بالوصول بحكومة الإطار التنسيقي وحكومة محمد الشاع السوداني لشيء من هذا الرشد في الحكم، هذا بناء الدولة الرشيدة. اليوم يعني المجاهدين وضعوا البذرة، والناس أنا وأنت وغيرنا نقطف الثمار تماما. كل هذه المراحل التي مرت بها هذه الثلة الخيرة سواء قبل 2003 أو بعد 2003 وبعد 2003 أعتى وأمر وأقسى من حيث نوع التجربة وحجم الكوارث اللي وقعت على أبناء الشعب العراقي والتي تصدى لها البدريون وأخذوا على عاتقهم رفع هذه المعاناة والمآسي عن أبناء شعبهم الشهيد أبو مهد المهندس وباقي الثلة الخيرة في تصديهم لتيارات الظلامية وتخليص أبناء المحافظات التي جثم على صدرها هذا هذول المتصحرين. يعني يشبه إلى حد كبير أولئك الشهداء الذين تكاتفوا ويعني حملوا أرواحهم على أكفهم وبدمائهم السخية خلصوا العراق من أيضا كابوس كان جاثم على صدور العراقيين. فهذه هي بدر، وهذه هي تضحيات الشهداء. هم دائما مصادق لفتاوى مراجعهم، وبرعايتهم المباشرة سيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه كان يجول على جبهات القتال وكان يلتقي المجاهدين بصورة مستمرة، يقول بشكل يومي، يرعى شؤونهم، يسمع إلى معاناتهم ويسمع إلى طلباتهم، وكان نصائح بلحظة من المكان يعني مهمة جدا وأساسية في دعم وإشباع المعنوية للمقاتل المجاهد الذي ترك كل شيء وحمل هم وطنه وهم دينه وهم عقيدته وهم ناسه وهم أهله فوق كل همومه، وذهب يعني يقارع وضد هذا النظام. اليوم أعتقد أنه المرحلة والكبر وعظم المنجز الذي تحقق لهؤلاء الناس بهذه الدماء الزكية بتضحياتهم بدعم مرجعياتهم، إلى اليوم المرجعية تنظر بعين الاعتزاز والإكبار لهذا المسمى الكريم لبدر. اليوم مرجعية السيد السيستاني بكل تأكيد تنظر بعين الرعاية الأبوية وإرشاداتها دائما في كل دائما خلال زياراتنا وملاحظاتها المستمرة في دعم هذه المسيرة الجهادية من تلك الأيام وإلى يومنا هذا. المسيرة الجهادية تحدثنا عنها كثيرا، ولكن بناء العملية السياسية، وهذه نقطة كبيرة ومفصلية للأحزاب التي عملت في المعارضة ومن ثم انخرطت في العملية السياسية، بدر واحدة من هذه الأحزاب. أستاذ علي، نتحدث عن ما حدث في احتفال اليوم، الرئاسات الأربعة حاضرة ولها كلمات، رئاسة تقليم كردستان، بالإضافة لأنه دور السيد هادي العامري كان في حل إشكالية الأزمة وتشكيل الحكومة، كان دورا واضحا ومكلفا من تحالف الفتح ليدير
الصراع أو النزاع أو الخلاف على أقل تقدير. أعلم سيدي العزيز أن بعد العام 2003 عندما دخلت بدر في العملية السياسية اكتمل نضجها، كان الشق الجهادي، وعندما بدأ الشق السياسي بدأت منظمة بدر بالعمل السياسي، وكذلك احتواء لاقت بدر تأييد عظيم من الشعب العراقي. الشعب العراقي يعلم من هم المجاهدون الحقيقيون الذين قاتلوا الطاغية منذ العام 80 وإلى عام 2003، يعلم المجاهدين ويعرف البدريين، ولذلك وقف معهم ودخل البدريون في العمل السياسي، وكانوا رجال وسطيين كانوا يؤلفون بين الفرقاء السياسيين. كان دور الحاج العامري وخاصة في هذه السنة الأخيرة وكذلك في تشكيل الحكومات السابقة، الحاج مهدي المهندس والحاج العامري وكذلك الأخوة القياديين الآخرين، الحاج السهلاني، الحاج أبو علي البصري، هؤلاء القادة الحقيقة كان لهم دور في تأليف ولم الشمل بين السياسيين ولكي تسير العملية السياسية والعملية الانتخابية بشكل نزيه. البدريون الحقيقة لم يطمعوا في المناصب كما طمع غيرهم. البدريون كان لهم الجهاد في السبق كانوا عندما دخلت القاعدة كانوا هم الرعيل الأول الذي جاهد القاعدة، وعندما دخل داعش كانوا هم في المقدمة. تشكل الحشد الشعبي معظم فصائله من بدر، وهذا حقيقة مفخرة يفتخر بها البدريون عندما أكملوا جهادهم ضد الطاغية، وبعد ذلك تمموا هذه الصفحة البيضاء، هذه الصفحة الناصعة بجهادهم ضد الدواعش. العملية السياسية اليوم الحقيقة نحن نطالب جميع الفرقاء السياسيين وجميع القيادة السياسية في العراق أن تخدم هذا الشعب العراقي المسكين. الشعب العراقي اليوم بحاجة. بدر جاء من أجل بناء العراق، وجاء من أجل أن يصل العراقيين إلى حقوقهم. بدر جاء من أجل أن يكون العراقي عزيزا شامخا ضد الاحتلال الأمريكي. نعم سلام. يعني اليوم نعم نعم الفكرة واضحة أصبحت، و 42 سنة الاحتفال بذكراها اليوم ليس بالوقت الهين، إنما هي سفر يحتفى به. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي الزبيدي عضو تحالف الفتح، أثريت الحوار في هذا الملف وانضممت معي عبر سكايب، وشكر كثير لحضرتك ضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ أبو ميثاق المساري الباحث في الشأن السياسي. نتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله من جديد. أثار قصف تركي لمطار السليمانية المدني روح الانتفاض والرفض في نفس العراقيين، فالتنديدات تحمل تركيا مسؤولية هذا الاعتداء، في حين يرى المراقبون ضرورة اتخاذ إجراء بحق حزب العمال الكردستاني للتخلص من أسباب تركيا للقصف اللي وصفها المراقبون بأسباب غير مبررة، كون القصف يستهدف مناطق المواطنين الآمنة. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف والناقشة مع ضيفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. بمحاولات متجددة ومستمرة يغرس العدوان التركي مخالبه في جسد العراق عن طريق تسديد رمياته في شمال البلد، وآخرها ما تم تنفيذه يوم أمس على مطار السليمانية المدني، وسط تأكيدات رسمية عراقية بعدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأرض العراقية. فتجاوز سيادة البلد مسؤولية يتحملها الجانب التركي بحسب بيان رئاسة الجمهورية العراقية، متوعدة برد حازم إزاء هذه التجاوزات في حال استمرت دون أي اعتبار. فيرى المراقبون أن تكرار هذه الاعتداءات بذرائع مجهولة أو أسباب واهية لها تداعيات تؤثر على العلاقات الدولية بين الجانبين. أما مخاوف المتابعين تتجه صوب أمن المنطقة واستقرارها،
إذ يرون أن هذه الاعتداءات من الممكن أن تسبب الهجرة لقاطني تلك المناطق، خصوصا مع ارتفاع نسبة القلق تجاه القصف التركي المتكرر على المواطنين الأبرياء وعدم التحسب لتواجد السكان في تلك المناطق من قبل أنقرة، والدعوات تتعالى إلى وضع الحدود لهذه التجاوزات التي تفاقم سوء الوضع الأمني هناك. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباء، ارحب بضيفي الكريم الاستاذ مخلد حازم الخبير الامني ضيفا كريما في الاستوديو. استاذ حازم، استاذ مخلد، اسال حضرتك عن تداعيات القصف التركي على مطار السليمانيه. يعني هذا الموضوع تكرر كثيرا، كان على الحدود بين تركيا واربيل، ولكن عندما يصل الى السليمانيه الى مطارها المدني فهذه نقطة تحول كبيرة يجب أن نقف عندها. وقبل أن تجيب حضرتك لا يفوتني أن أرحب بضيف الكريم السيد برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ينضم معنا عبر سكايب من السليمانية. حياكم الله سيد برهان، تفضل أستاذ مخلد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناة الأيام. يعني حقيقة عندما نتكلم عن هذا الاعتداء فهو أكيد انتهاك صارخ إلى السيادة العراقية، انتهاك صارخ إلى القوانين المواثيق الدولية. تكلمنا في هذا الموضوع مرارا وتكرارا عن أن السيادة العراقية يجب أن تكون من أولويات عمل الحكومة، يجب أن يكون هنالك تنسيق على المستوى ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يخص هذه السيادة. بالتالي جميعنا يعرف أن تركيا لديها مناهضون، هي تعتقد أن حلفاء البكك حلفاء من البكك وكذلك من قوى سوريا الديمقراطية يتواجدون داخل الأراضي العراقية وخصوصا في مناطق سليمانية، فبالتالي هي متواجدة في الأجواء، هي لا تعترف حقيقة بما موجود على الأرض. هنالك سيادة يجب أن تحترمها تركيا، ولكن هي تذهب بعيدا عن هذه السيادة بحجج أنها تلاحق تنظيمات إرهابية متواجدة على الأراضي العراقية. هي تتكلم عن مواثيق أو عهود ما بين الحكومات العراقية السابقة وتركيا، لكن لم نرى على أرض الواقع أي من هذه المواثيق وهذه العهود التي قد وقعت بين الجانب العراقي والجانب التركي. هنالك اتفاقيات قديمة يعني إلى تسعينيات القرن المنصرم، ممكن أنه الأتراك ممكن أن يدخلوا إلى الأراضي العراقية بمسافة 5 كيلومتر، وأن تطلب الأمر في مسافة أكثر فبالتالي يجب أن يتواجد القوات العراقية جنبا إلى جنب مع القوات التركية، ومن ثم العودة على الخط الذي اتفقوا عليه هو مسافة 5 كيلومتر. بالتالي هذا الموضوع أنا أراه أن الخلاف الكردي المتصاعد اليوم في إقليم كردستان هو أحد أهم الأسباب الذي يعني نرى أن هنالك انتهاكات قد تحدث في هذه الأراضي. مشاكل الداخل إذا سمح أستاذ مخلد نناقشها، ولكن هسه حاليا نناقش مسألة عراقية تركية إذا حتى نشبع هذا الملف. أستاذ برهان وجدت رحابي حضرتك، يعني تركيا هل تمارس سياسة فرض الأمر الواقع بالملف الأمني مع حزب العمال الكردستاني؟ تحية لكم أستاذ الكريم ولضيفك الكريم ومشاهدينا الأعزاء. حقيقة الدولة التركية بهذه الممارسات ليس جديدة، كما معلوم للجميع وللوسائل الإعلام خلال السنوات الماضية
يقوم بانتهاك سيادة العراق أرضا وسماء حدود محافظة الدهوك إلى أربيل وإلى السليمانية ومرات إلى العمق أراضي العراق إلى يصل إلى أقضية كلار وشمشمال ومناطق أخرى بحجة وجود عناصر المفككة والحزب العمال الكردستاني. هذا مبرر هذه العمليات الدولة التركية، ولكن هذا تصدير أزماته الداخلية. نحن نعلم أن الحزب العمال الكردستاني والحركة المسلحة في جنوب شرق تركيا، نحن نقول بالشمال كردستان، موجودة منذ بداية ثمانينات القرن المصري، حركة قومية كردية طالبون بحقوق قومية ثقافية، حقوق إنسان كي أي حقوق آخر كي يعيش المواطن. هناك فرق وتمييز كبير في تركيا بين المواطنين من حملة الجنسية الكردية أو المتكلمين بالكردية، حتى ممنوع التكلم باللغة الكردية، ممنوع ارتداء الزي الكردي كثير. هناك حركة مسلحة وثورة في هذه المناطق، ويوجد مقرات على طول الحدود العراقية التركية وفي المناطق الجبلية الواعرة وفي المناطق النائية وأعالي الجبال، وهذه المناطق جبال قنديل لم يسيطر في تاريخ العراق أي حكومة عراقية عليها، وليس بإمكان الاتحاد الوطني الكردستاني وأي حزب أن يسيطر على هذه المناطق الوعرة والشاسعة. وهو مبررات الدولة التركية للاعتداء على الناس نزد والمدنيين، وأخيرا ما قام به هو ضرب مطار سليمانية دولي، مطار مدني أهلي يستغل لإغراض السياحة لزيارة المواطنين للتجارة بكثير من الأمور، وليس لا دخل بهم السياسة ولم يكن يوم من الأيام خطر على أمن القومي. هذه هاي القضية المفصلية بصراحة اللي يعني نعم هو أكمل هذا فضل. هو فضل إرادة وأدته على الإنسان على العراق. يعني تركيا لما تريد تفرض إرادتها حسب وجهة السيد برهان الشيخ رؤوف أستاذ مخلد، نتحدث عن طبيعة الاستهداف لمطار مدني، وحضرتك خبير أمني، يعني هذا الموضوع يضع الحكومة أمام عدة مفترقات لطرق جديدة في التعامل. يعني حقيقة هنالك انتهاك، يعني نتكلم عن انتهاكات لفترات طويلة يعني على الأراضي العراقية، لكن علينا أن نبحث في أصل المشكلة. يعني لماذا يعني قصفت تركيا واستهدفت مطار السليمانية؟ هل الشخصية القيادية التي كانت موجودة في المطار ألم يعني أو السماح من القوات الأمنية العراقية بدخول هذه الشخصية؟ عندها سيكون الكلام بمستوى آخر. لحد الآن حقيقة لم نسمع أن هنالك ردا دبلوماسيا عالي المستوى. سمعنا أن هنالك خطاب، يعني لكن هذا الخطاب لا يؤدي نفعه مثل ما نحن نحتاج اليوم. تكلمنا دائما يعني يجب أن تكون هنالك روادع للجانب التركي، ونحن نمتلك الكثير من الأوراق ممكن نتعامل معها مع الجانب التركي في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال الدبلوماسية. اليوم العراق ليس كما كان سابقا، اليوم يستطيع أن يفرض إرادته على تركيا، وليس تركيا هي من تفرض إرادتها على العراق. بالتالي مثلما نحن نريد أن نفرض سيادتنا ونريد أن يعني أن لا نسمح بالتعرضات أو بدخول أي قوات للأراضي العراقية، علينا أن نمنع أيضا أي تجمعات، نمنع أي أحزاب، نمنع أي جهات سياسية هي ليس بعلاقة مع الحكومة المركزية. حضرتك تتحدث عن المنع، وتركيا تنوه إلى احتمالية أن يزيد هجوم السليمانية من التشنج بين بغداد وأنقرة، خاصة وأن الرئاسة التركية توعدت بعمليات في حال زاد حزب العمال من نشاطاته. إذن هي لم تتوقف عند حد معين. يعني هذه الحجة التي دائما ما تتذرع بها تركيا هي بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني على هذه الأراضي. بالتالي اليوم من يعني يذهب باتجاه حل هذه المشكلة؟ أكيد الدبلوماسية العراقية، وأيضا على أقليم كردستان أن تتوحد في خطابها، أن تتوحد في إيداءها تجاه مثل هكذا أعمال، وأن تبعد الضرر عن الأراضي العراقية. لأننا اليوم الجميع يعلم هناك خلاف كردي
كردي، وهذا الخلاف الكردي الكردي قد يذهب باتجاه أن منطقة إقليم كردستان قد لا تكون مستقرة أمنيا بسبب الكثير من الأحداث التي ممكن قد تحصل بها. لكننا على اعتبار أننا اليوم دولة اتحادية، يجب على الخارجية العراقية، يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ دورا حقيقيا، وسبق وأن تكلمنا أن تكون هنالك رادعا وليس مجرد خطابات تقال هنا وهناك. بالتالي مطار السليمانية أو أي أرض أو أي بقعة جغرافية داخل الأراضي العراقية غير مسموح لأي من الدول انتهاكها. ونحن نتذكر الكثير من الأحداث حصلت سواء في أربيل من جهات أخرى وفي السليمانية أيضا. مع الألم نحن قبل فترة تكلم سيد رئيس وزراء عن حماية الخط الصفري بين العراق وإيران والعراق وتركيا، لكننا أيضا في نفس الوقت نتساءل كيف نحمي الخط الصفري وكيف ممكن أن نضع قواعد أو يعني ثكنات عسكرية في الخط الصفري ونحن نعلم أن هنالك قواعد أمريكية خلف الخط الصفري من الجهة العراقية. هذه الأمور يجب أن توضح أكثر فأكثر، ويجب على القيادة العراقية أن تكون حازمة في هكذا قرارات. هسه يجينا الشأن الداخلي أستاذ برهان، يعني نتحدث عن ونتساءل يعني هل هنالك من يريد أن يحدث اشتباك داخلي بين الأحزاب الكردستانية خاصة بعد تشظي المواقف الداخلية في الإقليم؟ حقيقة كما واضح للعيان نحن في اتحاد الوطني الكردستاني دائما مع حلول السلمية والحوار لحل الجميع الخلافات مع الديمقراطي الكردستاني وفي العراق أيضا. ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعد الكابينة التاسعة كابينة مسرور البرزاني هنا عن نوع من التفرد في الإدارة ومحاولة فرض الهيمنة على الآخرين وإهمال المناطق وفرق والتمييز في إدارة الإقليم بين المحافظات في مشاريع خدمية في مشاريع البنى التحتية في كثير من الأمور هناك التمييز والفرق. ونحن في اتحاد الوطني الكردستاني لدينا ملاحظات واستياء كبير من أداء الرئيس الحكومة خلال الشهور الماضية ومنذ أكثر من 6 أشهر. الكتلة الوزارية في حكومة قاطع جلسات مجلس الوزراء برئاسة السيد قباط طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم كردستان بسبب هذه الاستياء وبسبب هذه الملاحظات، ولم يعبر عنها. يعني رئيس الحكومة لم يعطي الأهمية للملاحظات أو الاستياءات في أداء حكومته، يحاول يفرض أجنداته. وفي خصوص الآخر هذه العمليات التركية وصدور بيان باسم المتحدث، هو ليس متحدث حزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه نحن قاطعنا جلسات حتى لن يمثل آرائي يبرر الانتهاكات التركية لسيادة العراق واعتداء على مطار السليمانية. يعني كان السبب الرئيسي لأداء رئيس الحكومة الكردستان لتجدي البيت الكردي وعدم السماع لآراء الآخرين ويحاول فرض آرائه وأهوائه على الشركاء في الحكومة. بخصوص الخلافات، كان الحكومة منتهية ولايتي حاليا في إقليم كردستان، ونحن ومعنا أحزاب أخرى في إقليم كردستان طالبنا بتعديل قانون الانتخابات لكي نجري الانتخابات بحينها، ورفض الحزب الديمقراطي مطالباتنا ومطالبة أحزاب أخرى بتعديل قانون الانتخابات. كما معلوم قانون الانتخابات المعمول في إقليم كردستان شرعت عام 1992، وإقليم كردستان دائرة انتخابية واحدة وفيها كثير من النواقص والشوائب ولا ينسجم مع الروح الأصل، بحاجة إلى تعديل ليكون يوزع الإقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية مثلا. سجل الناخبين لديها أكثر من 500 من الموتى ولم يشطب أسماؤهم. المفوضية انتهت فعاليته بحاجة إلى تجديد. مسألة تمثيل المكونات في إقليم كردستان أي الأقليات الإثنية والقومية من التركمان والمسيحيين، هذا كل نقاط الخلاف. والحزب الديمقراطي الكردستاني لن يستجاب الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب أخرى لتعديل قانون الانتخابات، ومدد عمر البرلمان
سنة الواحدة، والآن في مفاوضات لتعديل هذا القانون وإجراء انتخابات في شهر 11 القادم. طيب. بحين نرجع إلى الشعب ومرة أخرى نعطي الاختيار للشعب الكردستاني. طيب. يختار من قيادته في فترة القادمة. نقاط اقتراب ونقاط افتراق بين الأحزاب الكردستانية سيد مخلد أوضحها السيد برهان الشيخ رؤوف، ولكن بخصوص هذا الموضوع الاعتداء على مطار السليمانية المدني، الاتحاد الوطني اتهم جهاز الاستخبارات الداخلي في الإقليم وحمل مسؤولية الحادث، الديمقراطي ورغم إدانته للفعل لكنه حمل السليمانية مآلات هذه الحادثة، إذن هنالك موجات لوم متبادلة. يعني بالتأكيد الخلاف ما بين الحزبين خلاف بدأ يتعمق أكثر فأكثر. علينا أن نفهم أن الأسس التي وضعت لبناء كيان إقليم كردستان كان في وقت سابق بوجود سيد مام جلال الله يرحمه، وبالتالي السيد مسعود برزاني. هؤلاء هم زعماء لديهم أفكار بناءة، أفكار واسعة المعالم، يستطيعوا من خلاله تقديم التنازلات الواحدة للآخر، وبالتالي المضي باتجاه بناء إقليم كردستان بالصيغة التي يرتؤوها هم. اليوم تغيرت الأفكار، تغيرت الرؤى، هنالك قيادات من الخط الثاني في إقليم كردستان، هذه القيادات لا تؤمن بتقديم التنازلات، لذلك نرى أن هذا الخلاف بدأ يتجذر ما بين الحزبين. رأينا حتى في هذا الموضوع الأخير، موضوع قصف سليمانية، أن هنالك خطاب ظهر من إقليم من أربيل هو خطاب مضاد إلى ما ظهر من السليمانية. بالتالي هذه الخلافات وهذه المشاكل أنا أرى أنه يجب أن تحل، لأن إذا ما استمرت سوف نشهد صراع آخر في إقليم كردستان، ونحن اليوم وصلنا إلى مرحلة يجب أن نبتعد بها عن الصراعات وأن نقدم تنازلات، وخصوصا في إقليم كردستان هذه البقعة التي بنيت بدماء يعني جهود الزعماء الأكراد، لذلك يجب أن لا يعني تذهب بعيدا بمجرد وجود خلافات سواء على المقاعد البرلمانية أو على اقتسام المصالح والمكاسب فيما بينهم. أما ما يحدث خارجيا على أراضي كردستان فهذا أولا يجب أن يكون للحكومة العراقية دور كبير، يجب أن تكون الأجهزة الأمنية الاتحادية وفي إقليم كردستان هنالك تبادل للمعلومات عالي المستوى في منع دخول أي جهة إلى الأراضي العراقية، أو إذا كانت هنالك اتفاقات ضمن يعني موضوع معين يجب أن يكون واضح المعالم إلى حكومة إقليم كردستان، وبالتالي لا نقع في فخ الصراعات. نعم. التي قد يعني تؤدي بنا في إقليم كردستان إلى الانهيار يعني حقيقة. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثنا عبر سكايب من السليمانية، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.